هناك عدوان لإسرائيل على رفح. هذا العدوان ما أدى إلى وقائع جديدة وتغيير في النتائج. رفح هي آخر مكان للاجئين في غزة لمليون ونصف فلسطيني، معظمهم قد أجبروا على الانتقال والنزوح من غزة. رفح هي آخر جزء في غزة، وذلك للإدارة العامة ولتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية. إسرائيل الآن بدأت تهديدها وعدوانها على رفح، وطالبت بإخلاء الفلسطينيين من رفح وذلك إلى المواسي. وهذا معبر حدودي للمساعدات الإنسانية والتزويد الطبي والوقود، حيث يعتمد شعب رفح عليها. النزوح والجوع والمعاناة هي الأمور التي يواجهها الفلسطينيون. هناك اختراق للقانون الإنساني من قبل إسرائيل، ولكن علاوة على ذلك هناك دلائل على جريمة الإبادة الجماعية تبعا للمادة 2 ألف وباء وجيم فيما يتعلق بمعاهدة الاتفاقية الخاصة ب الإبادة الجماعية. هذا الهجوم هو القشة التي قسمت ظهر البعير فيما يتعلق بالهجوم على شعب غزة، وأيضا العملية الأخيرة والتي أوضحت للسيد كوالكوبي. سيدي الرئيس، بما أن جنوب أفريقيا قدمت الاستمارة الخاصة بالإجراءات وكان هناك تكثيف للعدوان وأيضا على وسط غزة، وفي ظل هذه الظروف قد طالبنا من المحكمة أن تقوم بإصدار أمر لإسرائيل لإيقاف العمليات العسكرية في جميع أنحاء غزة والانسحاب من الأراضي هناك. هذا الأمر فقط يمكنه أن يجعل هناك جريمة ضد إسرائيل الإبادة الجماعية. وأيضا هناك أمر للإجراءات الواضحة. المحكمة قد قالت أنه فيما يتعلق تبعا بالمادة 75 وتبعا لهذا الوضع فيما يتعلق بالإجراءات، فإن هناك التي كلها أو جزئيا كما تمت المطالبة بها. سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمحكمة وبالاستمرار في خطابي، أود أن أشكركم على انتباهكم. شكرا للأستاذ جون دوغا وذلك على هذا التصريح، وأقدم أيضا الكلمة للسيد مارك دوبليسي. Mr. President, سيدي الرئيس والأعضاء المحترمين في المحكمة، نهاية ما سعد أن أكون موجودا أمامكم في جنوب أفريقيا. إن مهمتي هي مواجهة الحديث إلى المحكمة بالتغييرات التي حدثت في رفح والتي أدت إلى المرحلة المميتة في هذه الإبادة الجماعية. هذه الظروف التي جعلت جنوب أفريقيا تعود إلى المحكمة وللسعي إلى بعض الإجراءات الإضافية ضد إسرائيل. قضاة المحكمة أدركوا أن الأسباب للأوامر التي كانت في مارس وذلك بسبب ما يحدث للفلسطينيين في غزة والتي أيضا يواجهون خطر والأضرار، وهذا للحفاظ على تواجد هذه المجموعة وذلك من خلال أن جنوب أفريقيا تسعى إلى هذه الإجراء حتى لا يكون من المتأخر أو المستحيل أن يكون هناك فعالية للأوامر. لقد قالت المحكمة أن الوضع في رفح سيء جدا، وأيضا منذ 16 من فبراير وأيضا في يناير وفبراير ومارس إسرائيل قد قامت بالحصار والقصف بالكثير من الأشخاص في رفح، وأيضا هددت سلامة مليون ونصف
الفلسطينيين ضعاف. سيدي الرئيس، لا يوجد أحد في غزة آمن، وذلك لأن كما قالت الأمم المتحدة وأوضحت، لا يوجد مكان في غزة آمن. الفلسطينيون قد أمروا بأن ينتقلوا إلى رفح حتى يهربوا من القصف من الشمال، ولأشهر كان هناك الكثير من الأشخاص قد انتقلوا إلى رفح، وقيل لهم من إسرائيل أنهم غير آمنين، وإسرائيل لا تنوي أن يكونوا آمنين. المجتمع الدولي قد شهد الجنود الإسرائيليين، وذلك للهجوم على رفح، والذين تشكلوا، وذلك لقصف رفح، والإسرائيليون ونواياهم قد زادت بتصريحات مثل وزير المالية السيد سموتريخ، وهو عضو من مجلس الوزراء في الأمن، ولا يوجد أي إجراءات أو نصف إجراءات. رفح ورام الله ينبغي وأن تتذكروا ما حدث، وأنه لا يوجد مكان تحت الجنة. السيد نيكاتوبي كان لديه تفاصيل بنوايا بأنه واضح فيما يتعلق بسلوك إسرائيل، والآن إسرائيل قد قومت كل الجهود العالمية، وذلك لعدم مهاجمة رفح. وأيضا كان هناك الكثير من الأحداث الفظيعة، وذلك الهجوم على رفح، والتي أيضا ذكرتنا بما حدث من قبل. رفح مهمة بالنسبة للفلسطينيين في غزة وبالنسبة للمجتمع الدولي، وأيضا أصبحت مهمة جداً، والتي تحصل على اهتمام كبير من قبل الإعلام الدولي، وأيضاً ما قيل في يوغوسلافيا والقرارات التي دعمت هذه المحكمة. إسرائيل تدمر رفح أو ترغب في تدمير رفح، على الرغم من دعوة المجتمع الدولي بما في ذلك المحكمة، وأيضاً أمام الإعلام الدولي، وهذا من قبل إسرائيل. وهذا مثال على ضعف الفلسطينيين، وأيضا على عدم قوتهم على الدفاع عن أنفسهم أمام القوات الإسرائيلية، وأيضا هذا سوف يشكل مصير الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد أي مكان بعيدا عن الجنة آمن. وأيضا كان هناك توضيح بألا يكون هناك مكان للمليون ونصف من الفلسطينيين، وذلك للهروب بعد أن تركوا غزة. ولكن إذا كانت رفح سوف تتدمر، لن يكون هناك أي مكان متبقي من غزة لبقاء الفلسطينيين، وهي الجزء الأكبر الذي به المستشفيات. وأيضا هناك هجوم من قبل الإسرائيليين على المستشفيات. وأيضا في نفس الوقت كان هناك هجوم، وأيضا هناك إعاقة للمساعدات الإنسانية، وذلك بشكل واضح. وأيضا هذا أيضا تبعا للمعاهدة والاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية والتي تواجه الفلسطينيين في غزة والذين يواجهون المجاعة. وإسرائيل أيضا اتخذت كافة الإجراءات الضرورية للتأكد بدون تأخير التعاون مع الأمم المتحدة، وهذا لم يحدث. كان من الممكن أن يقوموا بذلك وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وهذا يتضمن أن يكون هناك أمر بأن إسرائيل تزيد من الأعداد والكفاءة من الهجوم على الأراضي. وإسرائيل أيضا أمرت بضمان، وذلك فورا، أن الجيش ومن خلال لا ينبغي وأن يتم توفير المساعدات الإنسانية. لماذا هذا الأمر كان مهم؟ وذلك لأن المعبرين في رفح قد تم إغلاقه من قبل إسرائيل، وذلك لعدم إدخال المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحيوات، والتي أيضا تخرج الأشخاص بما في ذلك الموظفين في المساعدات الإنسانية، والذين أيضا فيما يتعلق بالحصار من قبل إسرائيل هذه المعابر من غزة وإلى غزة، يضمن إغلاق المعابر، وأيضا
هذا يعزل غزة عن العالم الخارجي ويمنع دخول المساعدات إلى غزة. وأيضا كما أنها المركز الرئيسي للمساعدات في غزة، فإذا سقطت رفح فإن غزة ستسقط. 1.5 مليون فلسطيني في رفح أيضا سيواجهون قصفا وعدم دخول المساعدات التي تنقذ الحياة وتعريضهم إلى المجاعة والمعاناة الإنسانية، وهذا بنية الإبادة الجماعية. علينا أخذ في الاعتبار أن موضوع رفح هو المكان الذي يعتبر ملاذاً. منذ 10 أيام وصفت رفح هي الملاذ الأخير فلسطين في غزة، وهي المنطقة الإنسانية الوحيدة من القطاع التي لا ينبغي أن تتدمر من قبل الهجوم الإسرائيلي. خلال 7 أشهر الماضية 100,000 من الفلسطينيين أمروا من إسرائيل وأن يتم إخلاء مكانهم إلى رفح، وقد نزحوا للمرة الخامسة. كان هناك عدم أمان، وهؤلاء الفلسطينيون وجدوا المأوى وأيضا تغطوا بالبلاستيك، وأيضا كان لديهم أمال في أن يبقوا على قيد الحياة هربا من القصف الإسرائيلي. ولكن رفح أصبحت منزلا ل600,000 فلسطيني من الأولاد والأطفال. وعلينا أن نتذكر أنهم انضموا إلى الواقع تبعا للنساء في الأمم المتحدة، وأيضا هناك 60,000 أم والذين تركوا 19,000 طفل من الأيتام. رفح هي المركز الرئيسي لغزة كما قلت من قبل، والمنطقة المتبقية للقطاع بدون بنى تحتية، وذلك لإيواء 100,000 من الفلسطينيين. وأيضا وصف الوضع على أنه موقف صعب، ولكن رفح ليست ملاذا ولم تعد آمنة. في 6 مايو القوات الإسرائيلية أمرت 100,000 من الفلسطينيين بأن يتركوا رفح، وبعضهم لم يتمكن من الهروب. الأطفال والشيوخ كانوا جائعين، لم يتمكنوا من المشي حتى أو الانتقال إلى مكان آخر حتى يكونوا آمنين. هذا غير ممكن، وحتى لمن تمكنوا من النزوح لم يعرفوا إلى أين يذهبوا. إسرائيل تستخدم أوامر الإخلاء وأيضا الأماكن الخاصة بالنواحي الإنسانية، ولكنها خطرة، ولكنهم لا يقوموا بحماية المدنيين. المدنيون غير آمنين، وأيضا القوات الإسرائيلية هجموا على الفلسطينيين في منازلهم، في الأسواق العامة والمدارس وفي الملاعب، وأيضا في وبينما هم ينتظرون المساعدات من قبل المساعدات التي كانت تهوى من السماء، وكانوا يرغبون في العودة إلى منازلهم على الرغم من الأخطار وعدم الوصول إلى المستشفيات للرعاية. رفح لا تزال مكانا غير آمن لعدة أشهر. إسرائيل كانت تهدد بالهجوم على رفح، والهجوم على رفح سيكون مأساة سياسية وأيضا كابوس إنساني. وأمام هذه المحكمة ينبغي أن نتحدث عن ما حدث في 16 فبراير. الفلسطينيون عليهم أن يعيشوا هذا الكابوس في 7 مايو. 15 ساعة بعد الأمر أصبح هناك هجوم عسكري من قبل إسرائيل على رفح، وكان هناك تكثيف لما يحدث وقتل الفلسطينيين وإصابتهم وأيضا منازلهم.